هو اصلا السلاح صار بيد الجهال صراحه. صح صراحه يعني. والله العظيم صحيح، لا تحل فيني صدقيك والله والله. هو منو اللي بيد سلاح غير الجهال؟ والله صادقه انا اعرف جاهل عايف البليارد وملتي يحمي مقدسات قد ما عنده سلاح. اعرف واحد كان جاهل يم هذا الجاهل يصب له شاي هسه يعني هم عنده سلاح وياخذ معامل وشركات وخاوات اعرف واحد بوي 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 وزعطوط بس ما عنده سلاح. فرح صادق الجاهل اللي كان يشتغل يصب شاي يم واحد حتى يعني عنده سلاح. على قدر اهل العزم ياتي ابو رغيف. بس عندي ملاحظه، عندي ملاحظه للاخت اللي اللي قاعد تحكي. انا اعوض على كلامك، فعلا السلاح صار بيد الجهال والمزعطه، وأنا أعول على توني لكشف هؤلاء المزعطة لأجل حصر السلاح بيد الدولة. بس هاي الحمل مسؤوليتها الدولة طبعا. احنا نقول السلاح، هم يسحبون السلاح حصريا بيد الدولة. الما عنده إجازة والمو بالدولة ما خلى عنده سلاح. بس يا ما تحكي كلام لي، بس يا ما تحكي كلام لي. خلينا نبعد من هذا. اي مهم خلنا هذا عبقة راح تحكي كل شيء. خلينا نبعد عن هذا الموضوع كنا قندرة كنا زقلط. خلينا نبعد اطلع الموضوع ما له علاقة. احنا صار نحارب السلاح المفلت بس يعني ميليشيات لا لا مو ضبط هذا مو ضبط. استر علينا بشرفك عندنا برنامج وجاي نسترزق على باب الله ميليشيات. عفوا السؤال خذ رسالة البرنامج. احنا ما عندنا رسالة بالبرنامج، احنا برنامج تافه، احنا برنامج تافه. صارت ميليشيات الكائنات، صارت ميليشيات الكائنات. ما تجي يا شباب انا ليش احب سعدون؟ لانه رجال صريح طق لك اياها وجه بوجه قال لك كلها ميليشيات. ليش طوضت الميليشيات فشر؟ توني بشرفك يعني المره الوحيده اللي طلعت بيها رساله حقيقيه بهذا البرنامج طوضتها. هسه ليش شنو القى ايش قال؟ قال 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 اصابع ما قال ما قال شيء. بعدين سعدون مو بس شخص المشكله، سعدون وضح لك شلون لازم تحارب السلاح المنفلت. حبيبي ابدعت امك، ابدعت امك بطني، ابدعت امك سعدون. سعدون بكل ديمقراطية لازم تتعامل ويا السلاح المفلت بهالطريقة حبيبي.